سنت الواحة اللي المؤشر نسجلت كان ست سنين يدا ايه ما تيام تفروخت تسوف ختاب وقالت نسك الشهر 11 الشهر 12 نورمال مو هات الشهر 4 الشهر 5 سنتين المسؤولين هاتيات الإشارة ايه يصعب ما تقرير ايه تقريرا قالوا المناخ نيصدن ايه في الحكومة جميع الخرائط دي سنتين لا نزريخ نتيوت كل المؤشرات المناطق الواحات صعبنت صعبنت بزاف عاد الافق اني... نيتشقون الواحد كان المحاضن للحياه ماشي خص البيئي مي تراثي حضاري ثقافي انساني بزاف الحوايج كي الاخوان الاعرف اللي الناس خدمت الواحد وليا تقيمينت واللي ما يحمان الواحد دون السياسات العموميه ورصات عن زنت تضغر الى قدم زنت سيد نسول السياسة العمومية خاصها الدولة المغربية تورثي لي سياسة عمومية للواحات مع الأسف وقت اللي تشكر المجهودات الناس كان لي إخوان قال ولكن رغم لي سياسة عمومية توجهن إلى الواحات ما يمكنش أن كل فئة الوكالة تسند الحوايج شي ختارين من بعد نوجه حتى التسكاري تسند الحوايج شي مزانين أتدولوا نتزوروا التسكر النقل المدرسي تي الوزارة كان وصيخ في القطاع النقل المدرسي انما قلت لا الميزانية 8000 مليار سنتيم سنويا لونزوي خصها توجه التسكري سنت الحوايج كان قال الاشكالات الواحات يلغون الاشكال القانون اشكال القانون من كيا المغرب يتقدم بزاف في التشريع البيئي يسول لي خصايا كيخمشن تشريع المناخ ان غنتشريع المناخ مع الاسف لحد الان وريزرين سكريات المحاوله ان بدات تكتسد غير نصر سن في الكوب 22 التي المغرب يعني انما سيت سر التشريعات القوانين الناس يعني نيت مزيان منزلة لوقت المنزل لوقتنا نخدم فيها المقترح القانون نويتين للواحات نيت نويتين للمنطقه الضغ يتسرس المؤسسه التشريعيه نقدم قدمت اللجنه السودية المراحل تدود لأفن كورونا مع الاسف يحبس القانون نغيس للمؤسسات التشريعيه دعوه للمؤسسه التشريعيه الاخوه البرلمانيين اللي تحركوا لنا المقترحات لتلك الفائده الى المغرب اكثر من ذلك كني يعني وقع ضيك الواحد هو اللي القانون اللي تسمى التقييم البيئي 49 17 يوم زاد غار اللي تي دامباكت القانون تاثير البيئه 12 0 3 الداد القانون الناغي يزري بمشقة النفس لأنه يوي ديال الإطار جديد ناس تهضم الواحات ننطلق الفكرة إذا تنتقج الواحات كيفاش يخصو نيري دي الواحات يخصو يعتبر بأنه اللي ينضر خطر اللي توقع الواحات يكون أوساط إيكولوجية يكون هشة بزاف لا تخفنق الواحات توازن نسنت لوغنت بزاف استوي تيسنت ميم كاس أن نصبر للاستثمارات نمثل الاستثمار الفلاحي الجانب الواحة الضيفة في الواحة, الواحة، ناوي دي مدي تزين خرنا ما نسيان شكلها خطر دس يتوفك الدعم الدولة يتفكاس وكال تفكين تصرخات نوامان اديازيات الماده يتسمى نامان سيت الكميه هائله نيرو تعوضني الواحه ما دي تصبح ودي تصبح ودي تما تسمية غير مستدامه أنت تعلان المناسبة الحضور القناة الثامنة للرأي العام بأنه يمكن دا سودة ضد الواحد الاستثمار ضد قد يشك ضون الواحد قد يشك بدون شك لأن لن تكون تجارب المنطقة سبعين ستة ثمانين تني كان بدون سال ديك سونا خدمة ننا فوالا هنم دس كان يعني كدت نتاج نفرح كل شيء إيد سنيسو قواسن يشك كل شيء تنمية غير مستدامه لانه التنميه خصها تبنوا في نط الركائز كرات الركائز تيغوسي وين خصها تحترم النيجان بي اي يلي التوازن الاجتماعي الاقتصادي دغيك مع الاسف الاعراف نفسها والاخوان كانت نحتار من يدغ 100% التعريف التنميه المستدامه ما تيقال الا الحق غول الاجيال اللي وقت الدغ تستفد الخيرات والوكال ولكن هذو تضران الحق الاجيال اللي دانس هذا الوكال الاستدامه أد يعني كان سميس دوا ما هو الاستدامه ان القضيه اللي مثل الاستدامه يتوسل لي غوجين في طينا كالنسن نعم داك كل القياس ني حل جان شوين وكيل دا سي القياس ادي سافر داك التنين ان تشكا يوينين ندي الدو الا ديك سبوعد اخلاقي مع الاسف نسول نسول خصنا نقطاد نيان تين الاستدامات المشاريع اللي توكين ربما حتى مازال تحتاج جاي سمسيتن تحتاج جاي المشاريع جا غير يعني الامن الغذائي يعني نسول عدو يعني الغلات نسول عدو ولكن مقرية ديال لازم ديال دي الامور ديال نسول غير دي نسيو الاستاذ أه, أه بايدري يعني استمسات السي احمد صدقى, صدقى, صدقي اخف الوضعيه الواحد الاسباب يسيو تخفيت الاسباب يظن نيان يعني اسباب يعني ربما الذي خصني راك سوات الحق لان غادي نساو الخفه التنميه اللي خصها ليا التنميه مستدامه كغيري وسيمين نحضو اينيا وين السودان ديدا اي خصنا نفكر ماشي دان نارتي زوري معناها تي سوتا دغدي دان يطنين خصها تزر سنتين نفكر نعم نكوني معناها التغيرات المناخيه دوالنا اللي